انا هتجنن يا مدحت. احنا كان معمول لنا كمين؟ دول مش شويه علب شباشب معاهم بندقتين على طبنجتين، لا دول ابوات وسلك سناره وناس عارفه هي بتعمل ايه. عندك حق. شفت الانفاق عامله ازاي؟ وبعدين ايه كراستات السلاح دي كلها؟ هم استجوبوا الواد اللي انتوا جبتوه؟ بيستجوبوه، واكيد هيجي منه معلومه. لازم نرجع حق خالد بن الشيخ سالم والناس الفلسطينيين دول اللي بقوا في رقبتنا. هيحصل ان شاء الله. على الله. خليك زي ما انت بتعمل، ليه ما تتحركش؟ انا كويس يا فندم، كلها كام يوم والجرح يلم وارجع في ظهر حضرتك تاني. متشغلش بالك باي حاجه دلوقتي غير صحتك. انا عايز اقول لسيادتك على حاجه يا فندم. انا مش هقول لابويا اني اتصبت، هقول له اني وقعت في الكتيبه واتعورت. انا مقدر انك خايف على مشاعر ابوك ومش عايز اقلق عليك، بس ان شاء الله لما تقوم بالف سلامه ويعرف اللي حصل، هو اول واحد هيقول لك ان الاصابه دي وسام وشرف، تحكي عنها لاولادك زي ما هو كان بيحكي لك على بطولاته بالظبط. يلا وحش، هبقى اجي اسال عليك تاني، خد بالك من نفسك. ها، سلام يا بطل. كتر خيرك يا فندم. الله اكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. نعم بالله يا ست القاتل. شد حيلك. شد على الله. ما في حياتك عبد الله. شكر الله سعيك يا فندم. ابويا ما تكملش. ابوك هيرجع ان شاء الله هو الناس اللي معاه حتى لو فيها حياتي. يحيى انت جيت هنا مع مين؟ ابوي وين يا عمي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا عبد الرحيم تعالى رجع يحيى البيت. ما تشغلش بالك، انا هاخده معايا في طريقي. كتر خيرك يا فندم. تعبتك معايا. مفيش تعب ولا حاجة. الله يسلمك. جدي رجع البيت ولا لسه؟ هيتأخر شوية بس هيرجع. وعد، أنت ظابط جيش، يعني كلامك كلام رجالة. كلام رجالة يا عم يحيى. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.